حرسته 16/4 يا شباب بعيدكم يا عالم استخدام المواد السامة في مدينة حرسته مجددا حسلي له بعد أربعة أيام من استخدام الكيماوي يستخدمونها مجددا في 16/4 حيث تم استخدامها في يوم الجمعة من قبل عصابات الأسد. الإصابات نتيجة استخدام المواد الغازة المواد السامة في مدينة حرسته. علي يا شباب الإصابات نتيجة استخدام الغاز السام في مدينة حرسته. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه عينة من الإصابات نتيجة الاختناقات للمواد السامة 16/4/2014.